أسعد الله مساءكم بالخير والمحبة والسلام، والسلام عليكم. يحار المرء أن يجبر أن يجلس إلى جوار قامة فكرية وأدبية ولغوية بما يقدم له وما يقدم للمحاضرة، وكأنه يقول: وما أنا منهم بالعيش فيهم. والحديث في اللغة العربية حديث عشق وهموم، عشق اللغة وحمل همها، وارتباط اللغة بالذات والهوية قضية لا تحتاج إلى نقاش، ولكنها تحتاج إلى إحياء ونهضة. فما الأمة بلا لغتها؟ وما الهوية بدون لغة؟ وأين اللغة الآن؟ قرأت عن اللغة العربية لغة حب ولغة عشق ولغة غزل، لكن على ما يبدو أننا ما زلنا نتحاشى أن نسمي لها وأن نسميها بأنها لغة علم. فهل يمكن للغة أن تكون لغة للعلم؟ تلك التي وسعت كلام الله لفظا وغاية، هل لها أن تتسع لهذه العلوم؟ مسؤولية من ومن الذي يبدأ بذلك؟ ثم هذا الأمن اللغوي من أين يأتي تهديده؟ ما الذي يفسد اللسان؟ فلا تصبح اللغة لغة، ولا يصبح العقل عقلا، ولا الهوية هوية. إذن النهضة العربية، منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، في سعيها ومسعاها ونضالها من أجل إعادة النهضة إلى جذورها، وذلك من خلال تحرير الطاقات وإعادة التأمل والتفكر بقضايانا بأساسياتها، تشرف اليوم بأن تدعوكم إلى هذه الندوة المتخصصة حول اللغة العربية، لغة النهضة، حول عوامل الإطمئنان والقلق، بواعث الإطمئنان والقلق. وتشرف أيضا أن نرحب اليوم بهامة علمية وقامة فكرية نعتز بها في العالم العربي، حملتنا وحملت اللغة عبر عقود، أستاذنا الفاضل
الذي لن أقدمه ولن أقدم لمحاضرته، وذلك تبجيلا وتكريما له حتى لا أنقصه قدره. وسأستعين ليس فقط بصديق وإنما بمفكر الذي توافقنا على أن محبيه كثر في الأردن، لكني لن أفشي السر. اسمحوا لي أن أدعو الأستاذ ذو قانع بلاد ليقدم المحاضرة ويجر النقاش. تفضل أستاذ. شكرا لك. كما قال الدكتور زيد، اللغة العربية غنية، ولذلك قالوا للعرب لماذا تسهب العرب؟ قالوا لكي يفهم منها. ثم قالوا لماذا تختصر العرب؟ قالوا لكي ينقل عنها. فاللغة العربية يمكن أن تكون مسهبة ويمكن أن تكون مقتضبة. ثم قالوا لماذا لا تقول ما يفهم؟ أجابوه لماذا لا تفهم ما يقال؟ فاللغة العربية أيضا فيها هذان الضدان. اللغة العربية هي أول قصيدة، ولكنها ليست آخر القصائد، لأنه روعة اللغة العربية لن تكتمل على الإطلاق. أجمل القصائد لم يكتب بعد، زي أجمل لوحات، زي أجمل النساء، لم تولد بعد. أول هذه فيها نظر. أجمل النساء. اللغة العربية هي أول قبلة وأول قبلة، هي لغة القداسة ولغة الدنيا، لغة ابن رشد على رأي الدكتور زيد، وطه حسين وابن عربي والمعري. ولكم أن تستنتجوا لماذا عرضت هذه الأسماء في اللغة العربية. هي صوت فيروز وصوت أم كلثوم، هي صوتك وصوتي، هي لغة الحب والبلاغة والمجاز، هي أنت وهي وهما وأنتن وهن. مرضها الآن من مرضنا، أساء إليها عشاقها دكتور، أساء إليها من وضعوا مناهج تدريسها وطفشوا الأولاد من دراستها، صاروا يعلموهم بحور شعر لم يكتب فيها شاعر، صاروا يعلموهم يعربوا كلمات لا تتداول في السوق، بل أسرفوا وقالوا اللغة العربية ولدت كاملة، يعني اعتقادا منهم أنهم يمدحون اللغة. من يولد كاملا لا ينمو ولا يتطور، لكن سبحان الله العشق كان، يعني اللغة عشقت أصحابها، لكن أصحابها لم يبادلوها مثل هذا العشق. اللغة العربية متجددة وحية ونامية وقادرة على التطور إذا عرفنا كيف نتداول أو كيف نتعامل معها. لن أطيل، أترك الحديث لمتعة الدكتور العزيز رمزي. تفضل. شكرا سيدي مسموع. يعني بعد هذين التقديمين ماذا لي أن أقول؟ لن أقول إلا ألف شكر لكم جميعا، واسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي أيما سعادة بكوني بينكم اليوم، وأن أتقدم بالشكر الجزيل من منتدى النهضة الفكري الذي شرفني بهذه الدعوة الكريمة، وأن أشكر السيدة سمر محارب على ما بذلته من جهد في تحقيق هذا اللقاء، وأن أشكر لها ولفريق عملها المميز حسن وفادتهم وكرم ضيافتهم.
أما الدكتور زايد هذه القامة الكبيرة في العالم العربي وصاحب الفضل في كثير من مناحي الحضارة العربية، فأعجز عن شكره. وكذلك الأستاذ ذوقان قدمني بأكثر مما أستحق. المهم أنني عندما أكون في الأردن فأنا بين أهلي وربعي وإخواني، ويكفيني أن ابني وابنتي نصفهما الأفضل أردني، فلست غريبا بداية ولن أكون غريبا بين من أشعر أنهم أهلي وإخواني. الحقيقة أنني ترددت كثيرا في استخدام مصطلح أمننا اللغوي عندما سئلت أن أضع عنوانا لبعض الملاحظات التي سأبديها عن اللغة العربية، وأعتزم أن أتحدث حوالي 40 دقيقة، لا أن أطيل ذلك لنترك مجالا، مع أننا تأخرنا في الافتتاح، لأترك مجالا للنقاش، لأن الفكرة فيها هي ليست مجرد سماع محاضرة، وإنما النقاش الذي يتولد ويتفتق عن هذه الأفكار التي سأحاول طرحها هنا. ترددت في استعمال مصطلح أو عبارة الأمن اللغوي لأنها ابتذلت في الفترة الأخيرة ابتذالا كثيرا، لكن الذي شجعني على ذلك أنني لم أجد حتى الآن وعيا تاما عند كثير من المثقفين العرب بأن هناك أمنا لغويا. يعني بعض المثقفين لا يقر أصلا بوجود أمن لغوي، يقول نعم هناك أمن اقتصادي وهناك أمن عسكري وهناك أمن غذائي وما شئت، لكن ما الأمن اللغوي؟ مجتمعنا بألف خير ولغتنا بألف خير، وحتى لو لم نتكلم بلغتنا فنحن نتواصل بلغة أخرى. ومن يقول الذين يقولون هذا لا يدركون أبعاد فكرة الأمن اللغوي. فالأمن اللغوي قد كثر الحديث عنه في العقدين الأخيرين أو الثلاثة عقود الأخيرة في كثير من المجتمعات، ومنها مجتمعاتنا العربية، وغالبا ما كانت مقاربة هذه المسألة مرتبطة بمدى انتشار اللغة وتوسعها أو بمدى انحسارها وتراجعها. ولا يختلف اثنان، أو قل لا ينتطح عن زان كما قال الرسول الكريم في حديث من أحاديثه، لا ينتطح عن زان على أن موضوع الأمن اللغوي وانتشار اللغة وانحسارها موضوع خطير وذو جوانب حضارية متنوعة. ولو سألت عنه أي ناطق بالعربية محب لها لما تردد في التعبير عن رجائه أن تتضافر الجهود لتعزيز مكانة العربية وزيادة انتشارها في الاستعمال محليا وعالميا، لأن في ذلك باعثا على افتخار قومي وحضاري وديني إن شئت أيضا، وإثباتا لموقع العربية بين مجموعة الألسن البشرية المتزاحمة وهي بالآلاف. وقد أقيمت ندوات احتفالية سلطت الضوء على هذا الأمر، ومن أهمها أن اليونسكو خصصت اليوم العالمي للغة العربية في 18 من ديسمبر سنة 2016، يعني منذ 3 سنوات تماما في اليوم العالمي، لمسألة انتشار العربية والعمل على تعزيزه وترسيخه ضمانا للأمن اللغوي في المجتمعات العربية. ولا يعدم الباحث في مسألة انتشار العربية أن يقع على مؤشرات دالة على توسع غير يسير في مواطنها في العالم العربي وفي العالم. وأجمل المؤشرات التي تبعث على الاطمئنان، بواعث الاطمئنان، عوامل الاطمئنان، بعدد منها ستجدون أنها موجودة هنا أمامكم تسهيلا، وهي النص نفسه الذي طبع على ورق. أولا العامل المطمئن الأول أن هناك زيادة مضطردة في عدد مستخدمي العربية، حتى إن بعض الإحصاءات الحديثة يقدره بما يقارب 500 مليون شخص، أي نصف المليار، فيه شيء من المبالغة، كل 3/4 هذا الرقم يكون أقرب للواقع، هذا في القارات الخمس، وتلك نسبة لا يستهان بها أبدا من مجموع سكان العالم البالغ 7 مليارات. المؤشر الثاني أنه وفق معيار عدد المتكلمين، لو أخذنا عدد المتكلمين معيارا، تتفاوت مرتبة العربية حاليا بين الثانية عالميا في أعلى التقديرات والتاسعة في أقلها، بجميع الأحوال مرتبة متقدمة. ومع النمو السكاني المرتفع نسبيا في العالم العربي
من المتوقع أن تتقدم مرتبة العربية بالمعيار العددي حتى. ففي دراسة أعدها لوي جون كالفي من جامعة بروفونس الفرنسية، احتلت العربية المركز السابع بين لغات العالم في العام 2010، إلا أن الباحث توقع بمعايير محددة جرى تطبيقها أن تتقدم إلى المركز الخامس بحلول العام 2025، فالرابع في العام 2050، يعني التقدم مضطرد وليس ظرفيا. العنصر الثالث الباعث على الاطمئنان هو أن عدد الدول التي تستخدم العربية لغة رسمية بلغ 25، منها 22 دولة عربية علاوة على إريتريا وتشاد وفلسطين المحتلة كيان إسرائيلي، ولا يفوق العربية في هذا المجال سوى الفرنسية 35 دولة والإنجليزية، وتقديراتها تتراوح بين 45 دولة و115 دولة. تحت العربية، يعني يلي العربية، تكل من الإسبانية 20 دولة والروسية 16 دولة والألمانية 9 دول والمندرينية الصينية 5 دول فقط. أقول إن هذه عوامل باعثة على الإطمئنان. أضيف إليها باعثاً آخر، هو أن نسبة الناطقين بالعربية وباللغات الخمس الأخرى المعتمدة في الأمم المتحدة تفوق 40% من الناطقين بمجموع اللغات البشرية البالغة 6000 أو يزيد، تصور. لكن كثيراً من هذه اللغات ستنقرض في 20 أو 50 سنة القادمة، لكن هذا مؤشر باعث على الاطمئنان أيضاً لمستقبل العربية. المؤشر الأخير الذي أريده من هذه المؤشرات المطمئنة نسبياً هو أن هناك انتشاراً لافتاً للعربية على الشبكة، على شبكة الإنترنت، وقد كانت في العام 2012 تحتل المركز السابع عالمياً بنسبة 3.3%، فأضحت بحسب إجراء أجري عام 2016 تحتل المركز الرابع بنسبة 4.7% من الاستعمال العام، تتقدم بذلك على البرتغالية واليابانية والملاوية والروسية والفرنسية والألمانية، وتتقدمها الإسبانية 7.7% والصينية 20.8% والإنجليزية 26.3%. هذه إذن مجموعة من المؤشرات التي إذا نظر إليها المرء قال لغتنا بخير وأمننا اللغوي لا غبار عليه. لكن على ما في هذه المؤشرات من إيجابية، أظن أن من السذاجة الظن أن من السذاجة الظن أن العربية في أحسن أحوالها حاضرا، وأن مستقبلها سيكون زاهرا وبمنجا من الأخطار. فنركن إلى ما نحن فيه مطمئنين إلى أمننا اللغوي حاضرا ومستقبلا. وإذا نحن تعمقنا في الحقائق السابق ذكرها وجدناها تستبطن عددا من القضايا الجوهرية التي تدفعنا إلى كثير من الشك في حاضر العربية ومستقبلها. ومن أهم القضايا التي أريدها في هذا الباب المسائل التالية. أريد الآن أن أتبصر في هذه الحقائق التي مرت، أن أغوص فيها ولا أكتفي بالقشور. أولاً، الملاحظة الأولى أن هذه الحقائق تستند إلى معيار واحد ليس غير، هو المعيار العددي. إذا بتلاحظ كل معايير عددية، سواء في ذلك عدد الناطقين بالعربية، عدد مستخدميها على الشبكة، عدد الدول التي جعلتها لغتها الرسمية أو إحدى لغاتها الرسمية. ومع إقرارنا بأن المعيار العددي من المعايير الأساسية التي تقيم بها اللغات انطلاقاً من دلالته على حيويتها وقدرتها على الصمود ومجابهة الأخطار التي تتهددها، لسنا نغفل عن معايير أخرى قد تكون أقدر على الكشف عن وضع العربية الحالي والمستقبلي، وعن قيمة، سأرجع إلى مسألة القيمة بين ظفرين بين هلالين، عن قيمة اللغة من المنظور الحضاري والإنساني العام، ولنا عودة إلى هذه المعايير كما قلت. الملاحظة الثانية التي أريدها هي أن في المعيار العددي لانتشار العربية
خلطا بينا بين العربية الفصحى واللهجات المحكية. عن أي عربية نتحدث؟ ولئن كانت الفصحى رافدا من روافد الإحصائيات السابقة، ومثال ذلك تقدمها في وثائق الأمم المتحدة وهي باللغة المكتوبة، لا يغيبن عن بالنا أن المراد بالعربية عند إطلاقه فيما تقدم من إحصائيات عند إطلاقه عماده العامية. هذا واقع لا نستطيع أن نفر منه، أي الضرب المستخدم في التواصل اليومي لا العربية الفصحى المكتوبة. هنا أذكر أنبه على حقيقة مهمة، هي أن اعتماد العربية واحدة من 6 لغات رسمية في الأمم المتحدة منذ 1973، الحقيقة هي قبل ذلك، منذ العام 1945 كانت العربية إحدى اللغات التي تترجم إليها بعض الوثائق في الجمعية العامة، لكن الذي حصل في 18 من ديسمبر 1973 أنها أصبحت لغة معتمدة في الأمم المتحدة جميعا، في الجمعية العمومية، ليس في مجلس الأمن فقط، الأولى في مجلس الأمن وفيما تفرع عنها من لجان. أقول إن هذه الحقيقة نعم تعزز انتشار العربية خارج نطاقها الجغرافي، إلا أنه لا يدرأ عنها خطر العولمة. يعني وإن كانت اللغة العربية لغة في الأمم المتحدة، هل يدرأ هذا عنها خطر العولمة الذي ما فتئ يتعاظم بأوجهه الثقافية واللغوية والاقتصادية والتربوية، ولا سيما في العقود القليلة الأخيرة؟ أيضا من التبصر في هذه الحقائق التي مرت، أقول إن الاستخدام الإلكتروني للعربية ولا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي، طبعا هو من الأدلة الدامغة على حيوية اللغة وقوة حضورها، لكنه يجري بأكثره بالعاميات أو بهجين من الفصحى والعامية في أحسن الأحوال. فأية عربية نعني بالانتشار؟ وبأية عربية نريد أن ننهض؟ وهل يكفي استخدام العربية المحكية؟ صوت منخفض؟ لا. وهل يكفي توسع استخدام العربية المحكية وتقلص المجال الحيوي للفصحى لنزهو رضا بانتشار لغتنا ونطمئن إلى غدها؟ ملاحظتي الأخيرة في هذا المجال أن الحديث عن الانتشار يستدعي الحديث عن النشر، وإن كان من قبيل العلاقة الاشتقاقية بين النشر والانتشار. أستشهد هنا بدراسة أجراها اللغوي البريطاني المعروف أليكس هاموند، نشرت عام 2012، فقد أدرج فيها ترتيبا للغات باعتماده معايير عددية كالتي سلف ذكرها ومعايير سوى ذلك. تبين الجداول التي تتضمنها تلك الدراسة أن العربية هي الخامسة بين اللغات العشر الأولى عالميا من حيث عدد الناطقين بها لغة أصلية، يعني native speakers، والسادسة من حيث عدد الناطقين بها لغة أصلية أو لغة ثانية، والثانية من حيث عدد الدول التي تعدها لغتها الرسمية أو إحدى لغاتها الرسمية، والسابعة من حيث استخدامها على الشابكة، وقس على ذلك. هذه المعايير جميلة، لكن ما هو الأمر الصادم؟ الأمر الصادم أن لا مكان للعربية بين العشر الأوائل من حيث عدد المقالات والأبحاث المنشورة على الويكيبيديا حتى، وأخطر من ذلك غيابها عن قائمة العشر الأوائل من حيث المنشورات عموما. إذن هذا الانتشار الذي نتحدث عنه ونزه به إنما هو انتشار سطحي وليس انتشارا أفقيا إنجاز التعبير، وأنه يفتقر إلى عدد من العناصر الجوهرية التي تعطي اللغة قيمة حضارية وتنم عن إسهامها الثقافي وبعدها الإنساني بما يحصن وجودها ويثبت دعائم صمودها على المدى البعيد. الآن هناك توصيات ودراسات ومؤتمرات عقدت تداركاً لوضع العربية. شو بدي أذكر منها؟ لا أذكر. مؤتمرات أكاديمية متخصصة، خطط تعنى بالثقافة العربية، مؤتمر وزارة الثقافة، وزراء الثقافة سنة 1985، إقرار الخطة الشاملة للثقافة العربية تلك السنة أيضا، ثم القمة في الرياض التي عقدت في 2007،
واشتمل جدول أعمالها للمرة الأولى على موضوع اللغة العربية. ثم صادقت القمة 20 في دمشق سنة 2008 على مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه إلى مجتمع المعرفة. ثم أسس المجلس الدولي للغة العربية في بيروت 2008، أطلق مشروع تطوير اللغة العربية في أبوظبي 2009، أنشئت جمعية تنمية اللغة العربية وحمايتها في تونس 2011، أطلقت مؤسسة الفكر العربي ومن مشروعها لننهض بلغتنا 2012، ووثيقة بيروت اللغة العربية في قطر، والجهود التي اطلعت على جزء منها واليوم اطلعت على كثير منها مما يبذل في المملكة الأردنية لدعما للغة العربية ولتعزيزا لها. كل هذا يعني جيد، لكن لما ما زال وضع اللغة العربية على تراجع وتقهقر؟ كل هذه الأشياء ربما ساعدت بعض الشيء، إلا أنها لم تغير كثيرا من واقعنا اللغوي. أقول هنا عبثا نتحدث عن سبل تعزيز انتشار العربية عالميا والنهوض بالعربية، بما أنه نحن الآن موضوعنا النهضة هنا في مركز فيها تتعامل مع النهضة، عبثا نفعل ذلك ونحن نغفل عما أعتقد جازما أنه العامل الأخطر في تقرير مصير العربية في مجتمعاتنا، بل مصيرها في انتشارها العالمي. وهذا العامل إنما هو نظرة أبناء العربية إلى لغتهم. ولكن قبل الخوض في هذا الحديث فلنقف عند بعض المعايير التي تتجاوز أرقام المتحدثين بأي لغة، خلصنا من المعايير العددية، وتتجاوز عدد الدول وعدد المستعدين على الشبكة. أريد أن أتحدث عن معايير مختلفة، وهنا أطرح مفهوما أستعيره من بعض الدراسات الغربية الفرنسية خاصة، التي عرفت بأوزان اللغات، poids de langue، weights of languages. هل نستطيع أن نحدد وزناً، أن نحدد وزناً للغات؟ طبعاً لا نستطيع أن نحددها بالكيلو ولا بالجرام، لكن ما قيمتها الحضارية وما إسهامها؟ والمراد به تحديد أهمية لغة ما ضمن مجموعة من اللغات استناداً إلى أكبر عدد من المعايير القابلة للدراسة والإحصاء. وقد كان لهذا المفهوم أثر بارز في دراسات لاحقة، وهو يتضمن علاوة على ما سبق ذكره من معايير الإشارة إلى عوامل مؤثرة في تحديد وزن اللغة أو قيمتها، ومنها مثلا حجم الترجمات منها وإليها، وعدد الحاصلين على جوائز نوبل من أدبائها، وتوفر معالجة إلكترونية لنصوصها، ومصوب آلي لإملائها، ومحلل صرفي ونحوي، وعدد البلدان التي يتوفر فيها دراسة تلك اللغة. ولا ريب عندي أن العربية لا تبلي بلاء حسنا في أي من هذه المجالات، إلا أن تقصير العربية بهذا الاعتبار أمر قد يكون استدراكه ممكنا ولو على المدى البعيد. كلها أمور يمكن تداركها ويمكن أن نتجاوزها، وليست بعوامل داهمة من حيث المخاطر. فالأزمة الحقيقية تكمن في موضع آخر لا مجال للمكابرة في إنكاره، وهو الموقف السلبي لمعظم أبناء العربية منها. وهنا أذكر أقتبس هذه من خبراء يونسكو في تقرير نشروه عن حيوية، عنوانه حيوية اللغات وتعرضها للاندثار. حدد الخبراء اللغويون لليونسكو 9 عوامل تدل على حيوية اللغات أو على تعرضها للاندثار، وهي موجودة في هذا. هي أهم عامل هي نظرة أبناء اللغة إليها دون منازع. العوامل 8 الأخرى هي انتقال اللغة عبر الأجيال، العدد المطلق للمتحدثين بها، نسبة المتحدثين من إجمالي عدد السكان، هذه معايير عددية لكن ليست كثيرة، التغييرات الحاصلة في مجالات استخدامها، وسأرجع إلى هذا، ومدى استخدامها في مجالات ووسائل إعلام جديدة. هذا لغتهم هم، لا تلوموني للجمع قبل الإضافة لمن يعنى بهذا الأمر. ومدى توفر مواد تدريس اللغة ومحو الأمية،
هل نبلي بلاء حسنا في محو الأمية، في تدريس العربية، السلوك والسياسات اللغوية الحكومية والمؤسسية، التخطيط اللغوي، كما أن هناك تخطيطا اقتصاديا هناك تخطيط لغوي، خطة خمسية وخطة عشرية وأبعد من ذلك، ونوع التوثيق وجودته. هذه العوامل كلها مجتمعة دليل على قدرة اللغة على الصمود أو عكس ذلك. أقتبس أيضا من تقرير لليونسكو لأنه يوفر علينا كثيرا، يغنينا عن التطويل، واللغة على عهدتهم لأن فيها شيئا من الركاكة أعفي نفسي منه والعياذ بالله. يقولون: لا يكون أفراد المجموعة اللغوية إجمالا حياديين حيال لغتهم الخاصة، وقد يعتبرونها ضرورية لمجتمعهم وهويتهم فيعززونها، وقد يستخدمونها من دون تعزيزها، وقد يخجلون منها، سنعود، وبذلك يمتنعون عن تعزيزها أو يعدونها إزعاجا فينشطون في تفادي استخدامها. عندما تكون تصرفات الأفراد حيال لغتهم إيجابية للغاية، يمكن اعتبار اللغة رمزا كبيرا من رموز هوية المجموعة، وتماما كما يقدر الأشخاص التقاليد العائلية والمهرجانات والحفلات المجتمعية، قد يعتبر أفراد المجتمع أن لغتهم ذات قيمة ثقافية أساسية وأنها حيوية لمجتمعهم وهويتهم الإثنية. أما إذا اعتقد الناس أن لغتهم هي عائق يحول دون التعبئة الاقتصادية والتكامل في المجتمع السائد، فقد يأخذون منها مواقف سلبية. هذا يغنينا عن التطويل. بالنظر إلى العربية أرى أن مقتلها، لا قدر الله، أن مقتلها هو في موقف معظم أبنائها منها، ولا سيما المتعلمون منهم، وأنا أعني نحن أبناء العربية، لكن لا أعني جيلي ولا جيل ابني ربما، وإنما الأجيال التي هي الآن في المدارس الابتدائية والثانوية. ولسنا ننكر أن مما يبعث دوما على التفاؤل كون العرب، لا أريد أن أكون متشائما إلى هذا الحد، خليني أن أضع بين الفينة والأخرى نفحة من التفاؤل. أقول إن كون العربية لغة تنزيل، لغة القرآن الكريم، هذه حماية لها، ارتباطها بالقرآن الكريم شيء مهم جدا، ونحن نعلم أن اللغة إذا كانت مرتبطة بنص ديني فإن مواتها من أعقد الأشياء وأصعبها، اللاتينية لارتباطها بالتراث الغربي المسيحي ما زالت حتى اليوم لم تعد لغة أم، لكنها مستخدمة في الكنائس وفي التعليم وفي حتى في هناك مجلات ودوريات تنشر باللاتينية. السريانية لأنها حملت التراث النصراني المشرقي ما زالت حتى اليوم تقاوم الموت في جيوب في سوريا ولبنان والأردن، يمكن حتى تكلموا في السريانية. لكن أقول قولي هذا وأستشهد بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لاحظ أن النص يقول نزلنا الذكر إن له لحافظون، نحن حافظون، ما قال وإن لعربيته لحافظون، قال إن صحيح للذكر لحافظ. قد يحفظ بلغة أخرى، قد يحفظ بالعامية، قد يحفظ بالفارسية بالقرآن وبالتركية. هذه الملاحظة صحيح أنا أدين بها لزميلنا الدكتور أحمد الضبيب، طيب يعني طيب الله ذكره، قال لي من قال إنه اللغة إن القرآن الكريم حافظ اللغة، حافظ للغة وحافظ الذكر إذا أردت أن تأخذه على ناحية حرفية. على فكرة القرآن الكريم هو النص الديني الوحيد الذي يربط نفسه بلغة، وفي ذكر للعربية 11 مرة في القرآن الكريم كله بلسان عربي مبين ونزلناه بكذا. لا الآرامية كانت لغة النصرانية، لا الكتاب المقدس بجزئيه العهد القديم والعهد الجديد ربط نفسه، لا الديانة اليهودية ولا النصرانية ربطت نفسها بلغة، بدليل أن العهد القديم بالعبرية لكن أجزاء منه بالآرامية، كتاب دانيال مثلا وعزرة بالآرامية مش وهكذا. إذن مستقبل العربية يتهدده موقف أبنائها منها أفرادا وجماعات، وسأورد بعض النقاط التي توضح هذه المسألة. الأمن اللغوي ونظرة أبناء العربية إليها.
سأطبق بعض هذه المقاييس على العربية التي تدل على انحسار الفصحى. المظهر الأول هو إعراض أبناء العرب أبنائها عن هذا المظهر العام. من أدهى ما تبتلى به اللغة، أي لغة، أن يعرض أبنائها عنها ويزهدوا فيها ويميلوا إلى سواها. وهذه ظاهرة أصبحت متفشية في المجتمعات العربية، ولعل جرثومتها أو أصلها عقدة استنقاص الذات، inferiority complex، استنقاص الذات من خلال استنقاصها لمقومها اللغوي، كما نستنقص ذواتنا في كثير من الأمور نستنقص لغتنا، وهذا هو الوجه الأخطر من في الأمر. وخلافا لما قد يظنه كثير من الدارسين، هذه العقدة، هذا الاستنقاص ليس حديثا، هو قديم، وسأعود إليه بنص معين في ختام هذا كلمتي. ومما أثر سلبا في مكانة العربية عند أبنائها، وهذا شيء معروف، غزو الثقافات الأجنبية وغلبة أهلها على العرب، على بلاد العرب، حضاريا وعسكريا واقتصاديا، الأمر الذي أدى إلى غلبة لغوية. وعلينا أن لا ننسى الحركة الأدبية واللغوية التي شهدها ما اصطلح على اسميتها في عصر النهضة. كنت أتحدث أنا والدكتورة سمر سابقا عن أن النهضة التي شهدها القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين من حيث الناحية اللغوية، ولا أجيز لنفسي التحدث بغير اختصاصي، كان لها أثر جيد في عالمنا العربي وحتى في المهاجر، إلا أنها لم تعمر طويلا، ما فتئت أن أصيبت بنكسات، بحروب، بغزو ثقافي، بعولمة. فنحن الآن بحاجة إلى نهضة أشد، لأن عوامل الخطر التي دهمت العربية بعد النهضة الأخيرة زادت خطرا، أكاد أبتلعه. هناك أيضا منافسة، حاضر لن أطيل أكثر من ذلك، هناك أيضا منافسة من اللغات المحلية للعربية. يعني نحن نعلم أن الكردية أصبحت لغة رسمية في العراق، ما عندي شيء ضد الكردية، يعني لكن أقول ما هو الأشياء التي تتهدد المجتمع اللغوي. الأمازيغية رغم أنها لغة مكتوب غير مكتوبة، تراثها غير مكتوب، أصبحت لغة رسمية في المغرب. رجوعا إلى النص الذي أوردناه من تقرير خبراء اليونسكو للعام 2003، نسأل: هل يرى معظم أبناء العربية أنها ضرورية لمجتمعهم وهويتهم؟ هل يخجلون من استخدامها ويتفادونه؟ هل يرون فيها عائقا يحول دون التعبئة الاقتصادية والتكامل في مجتمعاتهم؟ قد نفتقر إلى دراسات مفصلة وإحصائيات دقيقة تجيب عن هذه الأسئلة، إلا أنني لا إخال أن أي باحث موضوعي ومنصف يرى أن الجواب الذي قد نلقاه عن مثل هذه الأسئلة سيثلج صدور المخلصين من أبناء العربية ومحبيها والحريصين على إعلاء شأنها. المسألة الثانية: التوسع في استخدام العاميات. وأقول بدءا، ليس عندي موقف ضد العاميات ولا ينبغي أن يكون، العاميات جزء من تراثنا، هي امتداد لعربيتنا، نتحدث بها، نحن نحلم في أحلامنا بالعامية، نتحدث بالعامية، نحب بالعامية، نشتم بالعامية. إن لم تصدقوني اسمعوا الشتائم في بيروت في هذه الأيام، ما أسمع شتيمة بالفصحى، كلها بالعاميات. فالعامية جزء منا ومن تراثنا، لكن المشكلة في العاميات أن مجالات استخدامها تتوسع على حساب الفصحى. يعني مثلا خذ نشرات الأخبار، كانت قديما بالفصحى من ألفها إلى يائها، شيئا فشيئا بدأت تقارير المراسلين تكون بالعامية، المذيع يتكلم بالفصحى، أنت تكلم، المراسل بالعامية، أخبار الرياضة صارت بالعامية، الاقتصاد، النشرة الاقتصادية بالعامية، أنشطة المجتمع بالعامية، الإعلانات بالعامية، اليافطات، أسماء المخازن. أين أمننا اللغوي في ذلك؟ وأنا يعني مسرور أنه في الأردن هناك قانون، ويبدو أنه مطبق أو يعني في مجال التطبيق، أن لا يكون هناك مخزن أو مكان ليس له تسمية عربية معينة، وهذا لا نجده في كثير من الدول العربية للأسف. التضييق على العربية في مجالات الاستخدام،
يقول زميلنا العزيز دكتور عبد العلي الودغيري وهو باحث مغربي مهم، يقول إن إبعاد العربية عن المجالات الحيوية وخاصة في تلقين العلوم الدقيقة والتقنيات ومجالات الاقتصاد والتجارة والتدبير وأسواق المال والبنوك والمقاولات وقطاع الخدمات وجزء واسع من فضاءات الإعلام والإدارة هو عنوان إهمالها ودليل على الرغبة في تأخيرها وتهميشها. لا يشعر الإنسان العربي أنه مضطر إلى استخدام عربيته. يذهب الموظف ليطلب وظيفة في أي مصرف، يعطونه الاستمارة بالإنجليزية والشرط أن يكون مثلا يحسن الإنجليزية للعربية. لذلك فرحت فرحا كبيرا رأيت هذا الكتيب عن امتحان الكفاية في اللغة العربية، أن لا يكون موظف رسمي وربما غير رسمي، لا أدري مدى مجالات، لا يتقن العربية، كيف تطلب منه امتحانا في اللغة الأجنبية ولا يعرف لغته؟ العنصر الأخير هو الضعف في تعليم اللغة للناشئة وفي التخطيط اللغوي. هذا مبحث طويل لا أريد أن أدخل فيه، لكني قلت إن من حقه أن يكون عنوانا على ذلك. هل نحن حقا في خطر؟ اللغات المهددة بالخطر أنواع. النوع الأول هو الأخف، هي اللغات التي يفهمها أبناؤها لكنهم لا يحبون أن يستخدموها خارج منازلهم، ونربط هذا ببعض أبنائنا اليوم. مرحلة أخطر أن أبناءها لا يفهمونها ويستخدمون غيرها من اللغات. مرحلة أكثر دهاء هي أنه لا يتكلم فيها إلا الجيل القديم، الأمهات والآباء، وبعد ذلك الجد والجدة، إلى أن يفقد لها كل أثر. شكرا. فرق كبير. بعيد من الأول برجع. أريد أن أختصر. كنت أود أن أتحدث بما أننا في مناسبة اليوم العالمي للغة العربية عن الظروف التي أدت إلى اعتماد اللغة العربية في الأمم المتحدة، وكيف حورمت اللغة العربية لكي لا تكون كذلك. لكن هذا يطيل بنا الكلام، وأظن أن تلك اللحظة ليس صدفة أنه 1973 أصبحت اللغة العربية لغة خصص اليوم العالمي. إلها علاقة أظن بالنصر الذي حققه العرب في حرب أكتوبر تشرين 1973، كان من العوامل المهمة التي فتحت باب الأمم المتحدة للغة العربية في أواخر تلك السنة. وهذا في التحليل السياسي يقرب أن يكون يقينا قاطعا، ولنا بعد ذلك أن نتأسى بتجربة شعب بعيد عنا كل البعد، هو الشعب الياباني. يقول رجاء النقاش: وأمامنا لغة اليابان التي لا تحظى بأي انتشار عالمي، ومع ذلك فقد أصبح اليابانيون في مقدمة الشعوب المتحضرة المرفوعة الرأس والمسموعة الكلمة. من ظن أننا يعني بانتشارنا بالأمم المتحدة سنصبح يعني كاليابان؟ ليه؟ يقول أو أضيف عليه: وجل التعليم في اليابان يتم باليابانية، ومجالات استخدامها رحبة لا يكاد ينافسها فيها لسان آخر، ولذا فلليابانية هيبتها واحترامها لدى أبنائها. والمحصلة أن تعزيز انتشار العربية في العالم على أهميته لا قيمة حقيقية له إلا بعد أن يستتب أمن العربية في مواطنها ويكون لها اعتبار راجح في أنظار أبنائها، ولا سيما الناشئة منهم. أختم هذا العرض بنصين صغيرين لافتين حقا. النص الأول هو لشخص
اسمه باولوس ألفاروس، هو عالم وشاعر وقس من قرطبة، عرف بعدائه للإسلام وللمسلمين، ما لنا ولا هذا شأنه، وكان يدعي أن الإسلام ملعة مسيحية، ما لي علاقة في هذا الأمر. لكن أود أن أقرأ هذا النص، هو متوفى 861 للميلاد، يعني القرن الثاني الثالث للهجرة، التاسع للميلاد الثالث للهجرة. ينعى لغة اللاتينية ويتعجب كيف أن الناس يقبلون على العربي. يقول: إن أبناء الجيل الجديد من النصارى يعرفون بمواهبه المتنوعة، إلا أنهم لا يعرفون من الأدب واللغة إلا ما كان عربيا. إنهم يطالعون الكتب العربية ويخصونها بالدرس، ويجمعون مكتبات كاملة من الكتب العربية وبكلفة باهظة، ويتغنون في كل مجلس بالتراث العربي. لقد نسي النصارى لسانهم، ولن تجد إلا واحدا من كل 1000 منهم قادرا على أن يكتب إلى صديقه رسالة باللاتينية. أما من حيث الكتابة بالعربية فما أكثر الذين يكتبون بها ويأتون بنصوص رائعة البلاغة، بل إنهم قد ينظمون من الشعر ما يفوق في تأليفه شعر العرب أنفسهم. هذا الكلام لقس من القرن الثالث للهجرة. الناس يتزاحمون لتعلم العربية ويفتخرون بها، وإذا أراد أحدهم أن يكتب رسالة لصديق أو صديقة يكتبها بالعربية. دائما أقول لطلابي وطالباتي إنه أنا متأكد، أنا واثق أن أي منكم، أن أحدكم ولنقل إنه ذكر، أراد أن يرسل رسالة أو حتى رسالة نصية لصديقته أو لفتاة يريد أن يدعوها لشرب احتساب جاك القهوة، فإن حظوظه في قبولها إذا كتب الإنجليزية ستكون أكثر من حظوظه لو أنه خطبها بالعربية، يعني عكس ما نراه في هذا الكلام. النص الثاني اللافت، لن أقول الآن من كتبه، سأقرأه أولا. شخص ألف كتابا يقول: وذلك ما لما رأيته قد غلب في هذا الأوان من اختلاف الألسنة والألوان، حتى لقد أصبح اللحن في الكلام يعد لحنا مردودا، وصار النطق بالعربية من المعايب معدودا، وتنافس الناس في تصانيف الترجمانات في اللغة الأعجمية، وتفاصحوا في غير اللغة العربية. فجمعت هذا الكتاب في زمن أهله بغير لغته يفتخرون، وصنعته كما صنع نوح الفلك وقومه منه يسخرون. من ترى كاتب هذا النص؟ ابن منظور أحسن في مقدمة لسان العرب. ابن منظور متوفى 711 للهجرة، 1311 للميلاد. ما الذي دهانا منذ أن كتب باولوس ألفاروس ما كتب إلى أن كتب ابن منظور هذا الكلام؟ من كان يظن أنه سيأتي علينا حين من الزمن نقول فيه الشيء نفسه عن اللغات الأجنبية؟ ومن يدري، فالدهر بالإنسان دواري، إلا أن الثابت أنه لا يدور دورانه عبثا وبلا دافع. الأمر راجع إلينا نحن لا إلى الدهر. وما للدهر، رحم الله ابن زيدون، وما للدهر إلا أن يقول آمين. أشكر لكم حسن سماعكم وأعتذر عن الإطالة. شكرا دكتور. وبعتقد أنه حملنا هذا المساء مجموعة من المصطلحات الجديدة في مقدمتها الأمن اللغوي ومتطلبات توفير هذا الأمن، والمعايير التي تقاس من خلالها مكانة اللغة، سواء معايير عددية كمية أو معايير نوعية، ثم المهددات التي تهدد الأمن اللغوي العربي، بما يشير بأننا بحاجة إلى دفاع. ونحن بالأردن مزجنا بين الأمن العام وبين الدفاع،
فإذا ندمج بين الأمن اللغوي والدفاع عن اللغة قد نوفر مزيدا من اللغة، من الدعم للغة. بدي أوضح إشي ليس استدراكا ولكن توضيحا. حين قلت عن الجمال، أنا في 4 معايير للجمال. أولا نظرية داروين وشارل لالو بتقول الجمال هو الجنس. لو سألنا ديكا عن الجمال لأجاب بأنه دجاجتي، هذه مسلمة من مسلمات الجمال. لكن هناك 4 معايير للجمال. أولا الجمال والحلاوة. اختلفت عائشتان في أيهما أجمل، فذهبتا إلى عمر بن أبي ربيعة فقال للأولى أنت أجمل، وقال للثانية أنت أحلى. اللي قللها أنت أجمل كانت تتصف بسمات جسدية، طول وخصر وشعر وعيون، لكن اللي قللها أحلى كانت تتصف بالجاذبية والرقة والرشاقة وخفة الحركة وحلاوة الحديث. وقيل الحلاوة تزداد بهاء مع العمر، الجمال يتناقص مع العمر. ولذلك حين نريد أن نمدح سيدة لا نقول إنها جميلة، بل نقول إنها حلوة. وهذا ما قصدته بأنه اثنين معيارين مقابلين للجمال. أولاً، وبالمناسبة القبح درجة من درجات الجمال، هكذا يقول علماء الجمال، لكن الجمال أجمل من القبح. يعني القبح هو درجة من درجات، لكن له ليس درجة من درجات الحلاوة. بظل عندي القيمتين الأخريين، الرقة والروعة، وهما متضادتان في اللغة دكتور. الرقة حلاوة جاذبة، لما تقول فلان رقيقة يعني جاذبة، لما تقول فلان رائعة يعني مدهشة، أو يعني تجعلك تبتعد إلى الخلف. يعني عكس الرقة، الرقة جاذبة، الروعة بديش أقول منفرة، بس يعني تشدك إلى الوراء. ولذلك أرجو أن لا يعتبر خطأ حين قلت أجمل. الأجمل يعني الصورة الجسدية، يستطيع الفنان كل يوم أن يحسن. ها؟ نبدأ الحوار. ما قلنا اللغة العربية فيها إسراف يعني. تفضل دكتور. السلام. أكرم جوا من وزارة الشباب، قاعدين من اتحاد الكتاب الأردنيين، قاعد شو على. أحييك دكتور رمزي على هذا الأعطاء من خلال هذه الندوة، والتي نفتقدها كثيرا في كثير من جلساتنا ومؤتمراتنا. وأحب أضيف إذا كان من خلال حديثك سيدي، بالنسبة للاهتمام بالأمن اللغوي، ما نعرفه عن جامعاتنا ومدارسنا منذ رياض الأطفال حتى الجامعة تكون التدريس فيها اللغة الإنجليزية. حبذا من التشريعات الأردنية، ويحضرنا سعادة النائب السيد خالد رمضان أن تكون داعم لوجود اللغة العربية في التدريس. من ثم سيدي عرفت من خلال حديثك بالنسبة للإعلاميين، وفعلاً الإعلاميين على شاشات التلفزة نجد الأخطاء اللغوية، قد يسمعها الصغير والكبير، وقد يعتاد على التحدث بها، وبذلك تنتشر الأخطاء بمدى واسع. وشكراً جزيلاً على هالمحاضرة القيمة. شكراً. شكراً لك. وأنا سؤال ولا نجمع ثلاثة أسئلة. كما تشتغل، كما ترى أن تدير الجلسة. لا أجيب سريعا يعني، لا ما في سؤال حقيقة. أنا أوافق مع الأستاذ على ما قاله، وهذه بلية من بلايانا أن الأخطاء تشيع ونسمعها يوميا ونعتادها.
وهذا دور الإعلام. وقد سررت أيضا أني رأيت كتابا صادرا عن مجمع اللغة العربية الأردني عن أخطاء، وتصفحته، أخطاء المذيعين في التلفزيون الأردني، أخطاء صوتية وأخطاء صرفية وأخطاء ما أنزل الله بها من سلطان، علما أنهم أفضل من كثير من دول أخرى في هذا المجال. شكرا لملاحظتك. دكتورة حطاب. شكرا جزيلا دكتور رمزي على المحاضرة القيمة. لدي عدة نقاط، منها تجارب شخصية، لكن في البداية يمكن أريد أن أشير إلى الاتجاه الذي برز منذ سنوات، ويمكن واحد من لبنان بما أن حضرتك من لبنان، تبنوا اللغة المحكية حتى تكون هي اللغة المستخدمة. ومن ضمن الناس اللي أخذوا هذا الاتجاه سعيد عقل، الشاعر سعيد عقل، برأيي هذه الاتجاهات تقوي الهويات الفرعية وتدريجيا تلغي اللغة العربية الصحيحة المحكية. ولكن هنا أريد أيضا أن أضيف شيء. الأسبوع الماضي كنت في يوم علمي، تم في عرض مجموعة من الأبحاث العلمية، علمية بمعنى العلمية الطابع ليس الأدبية. وفي نهاية اليوم العلمي قسمنا بفريقين، أنا وشخص على علم أو هو خبير في البيانات العلمية والرسائل الجامعية التي تنشر في الخارج، والفريق الثاني اللي هو مجموعة الباحثين العلميين اللي كانوا موجودين معنا. وكان الجدل حول اللغة المكتوبة فيها هاي الأبحاث. طبعاً كل الأبحاث كانت مكتوبة باللغة الإنجليزية، وكان الاتجاه أنه لازم تنشروا باللغة العربية، أنا والباحث الآخر. والباحث الآخر هو زميل قديم لي في الأمم المتحدة وهو متقاعد، يعني أنا وياه من 20 سنة أو أكثر معرفتنا في الأمم المتحدة. فالكلام كان أنه لازم تنشر باللغة العربية. كان جدلهم اللغة الإنجليزية هي المقروءة، وإحنا بهمنا أبحاثنا توصل. فهو بما أنه خبير بقواعد البيانات قالهم، هل تعلمون أن العلوم ينشر بلغته، كل علمائهم ينشروا أبحاثهم باللغة العبرية ولا ينشروها باللغة الإنجليزية، وبالتالي لهم موقع في الأبحاث العلمية على قواعد البيانات الخارجية باللغة العبرية، لأنهم يفتخروا بنشر منتجاتهم العلمية بالعبرية. نحن نخجل من أنه ننشر نتاجنا الأدبي أو العلمي باللغة العربية، نخجل من لغتنا وأنا وأيها. شكرا دكتورة، شكرا. أقول شيئا أخيرا، أنه هذا ما كتبته اليوم من ضمن الأشياء التي كتبتها الاحتفال باللغة العربية، أن كل ما ينشر اليوم مثلا تتجد أنه العديد من المؤسسات تنشر احتفالها باللغة العربية بكلمات هي، أنا برأيي هذه كاذبة ونفاق، لأنه في حقيقة الأمر هم يخجلون من استخدام اللغة العربية. ودائما الترويج دائما لاستخدام اللغات الأجنبية، وكأنهم يرتفعوا قدرا ويحترموا ويحققوا احترام. كمان شكرا. تفضل دكتور. ممكن نجمع الأسئلة. طيب دكتور. ستوني أول واحدة. سألتني يا بنا. اسمي سلامة محمد الجوي، القدر قد ساقني إلى هذا المشهد الجميل الذي يعني يلفتني ببعض الأبيات، ومعذرة على عجلتي أو تعدي عن اللغة العربية. شو اسمه هذا؟ سلامة البلوي دكتور. لله كرب كلما جئت زائرة وجدت نفوسا كلها ملئت حلما، إذا اجتمعوا جاءوا بكل طريفة، ويزداد بعض القوم من بعضهم علما، أولئك مثل الطين كل له شذا، ومجموعه أذكى أريجا إذا ما شم. حلو. أنا
أتيت حقيقة لأقدم شهادتي عن انتشار هذه اللغة من منطقة تعد من أقدم المناطق في العالم في الشرق بعلاقتها باللغة العربية، وهي مدينة شيان من شمال غرب الصين، حيث تزدهر اللغة العربية، وأنا أستاذ كرسي في تلك الجامعة، وعلى طلاب اللغة العربية فيها أكثر من أي جامعة في دولنا العربية. قسم في الدفعة الحالية 300 طالب يدرسون اللغة العربية غير طلبة الدراسة الأولى، وهناك أكثر من 30 جامعة في الصين تدرس اللغة العربية، الذي حقيقة استوقفني العنوان، وقد كنت قد اشتغلت بهذا الأمر من الناحية التاريخية في تاريخ الأمن الثقافي لأمتنا العربية، وكان فعلا كما أشار سعادة الدكتور إلى أن ظهر هذا المشروع في عام 1973 عندما عقد وزارة الشباب والثقافة وتبرعها تحت الأمن الثقافي، وجاءت هنا كلمة الأمن اللغوي، ثم بدأت تظهر قضية جمعيات حماية اللغة العربية، الهاجس والمجلسات الداخلية بأن هذه اللغة معرضة للانضراب، أن هذه اللغة بدأت تحارب في داخلها. يوجد في الصين الآن 100,000 دارس للغة العربية، وهنا مصطلح حقيقة موازي لهذا المصطلح، وهو تسريع المعرفة التي كانت لها نتائج كارثية على حقيقة الثقافة وعلى التعليم، بحيث أن التسريع يؤدي إلى الغش والتدليس، وكما سنرى نحن في مستويات مختلفة. هنا التسريع خدم اللغة العربية بشكل كبير. كيف ذلك؟ أن الإقبال على اللغة العربية الآن هو من أجل أن يعمل هؤلاء في الشركات الصينية التي تعمل في الوطن العربي، فأصبح نجد اللغة العربية يحصل على وظيفة محترمة. الآن إذا لكبت هناك قرار سيادي، عندما سئل كونفوشيوس كما تعلمون، لو أسئل إليك حكم الصين ماذا تفعل؟ قال إصلاح اللغة. قال إصلاح اللغة، أمة لا تعتز بلغتها لا يمكن أن تنهض. أتذكر في أول لقائي وكان كل لقاءات بلغة الإنجليزية، فجاء أحد مدير الجامعة قال أنت تعتز بلغتك وأنا أعتز بلغتي، لا نتكلم إلا كل بلغتك، ويفرق بيننا مترجم. في هذه العزة تنهض الأمة. إذا نهضتنا اللغة العربية حقيقة التجربة السورية التي وجدت في جامعة دمشق وأدت إلى نتائج مبهرة على مستوى العلوم الفلكية، على الطب. أتذكر في مؤتمر في جامعة الملك فيصل، في مؤتمر طبي، قال أكثر من 70% من كتب الطب هي عبارة عن كلام و 30% مصطلحات. فالطالب الذي يبذل 70% من جهده، نحن نخسر أكثر من 70% من طلاب شبابنا عندما يتعلمون اللغة غير لغتهم، يتعلم 20 لغة أخرى، لا يوجد مشكلة. الذي حقيقة الهدف من ملاحظتي هنا أنني أقول أن هذه اللغة تضعف حقيقة، وقد أهلها لا يحتضنونها ولا على المعارف اللغوية، تشهد بأن غير أبنائها خدموها أكثر من أبنائها. الآن اللغة العربية عندما تدرس الإحصائيات عبر الثانية والثالثة، هل نتكلم عن اللغة العربية كلغة منطوقة قراءة وكتابة، أم مثلما تكلم المحاضر قال أنا مصري أردني، أنا مصري أردني لأن بناتي متزوجات هنا في الأردن، هل يمكن أن نعمل علاقات النسب اللغوية من حيث الوجه والسحنة للغات التي تكتب وتكتب باللغة العربية وتطلق جزء كبير جدا من اللغات يعتبر هذا جزء من انتشار اللغوي لهذه. دكتور اسمح لي أشكرك جزيلا، شكرا. دكتورة تفضلي. الاسم مشان إيمان سيام، أنا مسؤولة البرامج في منظمة اللغة العربية للدبلوماسية والتنمية. من أهم عوامل الأمن اللغوي هو التخطيط. دكتورة كل واحد معه دقيقة واحدة يعبر عن سؤاله. كيف يكون هذا التخطيط اللغوي وعلى أي مستوى؟ لك دور كبير في إعداد هيك كثير.
لك دكتور فضل كبير في إعداد معجم الدوحة التاريخي للغة العربية. حابة نعرف أكثر عن هذه التجربة، كم من الوقت يعني مضيت في إعداده، عن المصادر، وعن يعني عن هذه التجربة. شكراً أستاذ دكتور بلال والست زليخة. يعني اللي بده أنتوا اثنين لكم فرصة آخر متحدثين، لأنه اللقاء سينتهي بعد قليل. لأي ساعة؟ أنا سأجيب بسرعة. 5:30 سينتهي اللقاء. العرب ستة فعلاً في وقت. سمر. العرب هم من يتكلمون العربية. عفواً بقى نركز، من يتكلم؟ فإذا لف أهلها عن استخدامها انقرضوا. من يتحدث؟ هذا الأستاذ زليخة أبو ريشة. انقراض العرب. لأنهم لا يقدمون منجزاً للحضارة الإنسانية، وذلك عدة أسباب طبعاً، منها يعني لما ترى واقع اللغة الفصيحة في بلاد العرب أنفسهم مؤشر قوي على أيضاً عدة أمور، منها انهيار المنظومة التعليمية. التعليم ممكن إذا تغير التعليم تعليماً جذرياً، بطل في أيديولوجيا وأسلم نعم وملحقاتها، يعني حيظل الواقع مثل ما هو ينتج نفسه، ينتج انهياره. شكرا دكتور بلال. هلا بدنا نمدد لأنه صار معنا وقت. بعد دكتور بلال. في كثير من المجتمعات العربية خصوصا في الطبقات فوق المتوسطة يرسل أهل أولادهم إلى مدارس أجنبية تتحدث دكتور الإنجليزية. بلال جيوسي. ويتحدثون في البيت لغة الإنجليزية، فيتعلم الأطفال اللغة الإنجليزية من مظانها الطبيعية كلغة الأم. تفرض الوزارة التربية في هذه الدول أن يعلم الأطفال، أن يعلم الأطفال العربية في المدارس، فتعلم بالطرائق المصطنعة، ويقرأ الولد سور بيتنا خشب، وهو لا عنده سور خشب ولا شيء، فتصبح اللغة الإنجليزية هي اللغة الأم، بينما تصبح اللغة العربية هي زوجة الأب. كيف تقارب هذه المسألة وكيف يمكن أن تحل؟ شكراً. الدكتور رمزي بده يجيب، بعدين ناخذ وجبة ثانية. شكرا. مجموعة كبيرة من الأسئلة، يعني سأوجز ليكون هناك مجال لأسئلة أخرى. دكتورة حطاب، سألت عن استخدام العامية في لبنان، هو في الحقيقة في مصر أسبق منه في لبنان، وهذه محاولات لم يكتب لها النجاح، لكنها يعني رأسها، لكن رأسها يظهر بين الفينة والفينة، دعوة للعاميات، وحجتهم أن مثلا الإيطالية التي كتب بها دانتي الكوميديا الإلهية كانت إيطالية عامية، ثم بعد مدة صارت هي الإيطالية الكلاسيكية، أن اللغات تنشأ بهذا، لكنهم يتجاهلون عامل الوحدة العربية والعامل الديني في مجتمعنا. هذا أظن أكثر ما يجابهون به. والنشر باللغة العربية طبعا هذا واجب، لا ينفي أن يكون من العرب من ينشر بالإنجليزية، خاصة في العلوم الإنسانية لمخاطبة ومحاورة العقل الأجنبي، لكن من واجبنا كما يفعل أبناء اللغة العبرية أن نفعل الشيء نفسه. مسألة ارتفاع القيمة الاجتماعية عند الناطقين بالأجنبية، هذه نجدها عند الجميع وليس عند المثقفين فقط، يعني العامل الكهربائي الذي يأتي للمنزل عندك بيحاول يتحدث، يرمي كلمة إنجليزي هون أو فرنسي هون، لأن قيمته الاجتماعية كأنها تعلو، وليته يحسن قول هذه الأشياء. الأستاذ سلامة تحدث عن الصين، وهذا يعني مجال كبير، وأشكره لذكره. تركنا وانصرف. فإذا لا أشكره لذكره. فكرة كونفوشيوس، أنه قال، سئل كونفوشيوس ما أول شيء تصنعه لو حكمت الصين؟ قال أحكم اللغة.
لكن لها تتمة. قال احكم اللغة لأنه إذا فسدت اللغة فسد القضاء بين الناس، وإذا فسد القضاء بين القاضي لا يحكم بين الناس بالحق والعدل، وإذا حصل ذلك فسد العدل الاجتماعي، وإذا فسد العدل الاجتماعي إلى آخره يعني ينهار المجتمع. منظومة هذه هي. السيدة إيمان يعني مستوى التخطيط اللغوي يتم على أو التخطيط اللغوي يتم على مستويات كثيرة، وأنا أذكر أن صديقي العزيز اللي هو خالك دكتور ياسر سليمان رضى الله غربته أخبرني مرة أنه أن له تجربة في هذا المجال في ماليزيا وإندونيسيا وكان مشاركا فيها. هذه الدول حولت لغة التعليم الجامعي فيها من الإنجليزية إلى لغاتها المحلية، فخلال 10 سنوات ارتفع تحصيل طلابها في الامتحانات العالمية التوفل وغير التوفل والأشياء اللي بيعملوها وشو اسمه هذا الكواليفاينج إكزام للأطباء ارتفع، لأن مفهوم أن فهمهم ازداد للمادة التي يحصلونها. معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، أشكركم لهذا السؤال والحديث عنه يطول وأنا شهادتي مجروحة فيه لأني رئيس المجلس العلمي لهذا المعجم منذ نشأته. هو مشروع أعبر عنه بكلمة واحدة، هو ذاكرة الأمة اللغوية. هو مشروع طموح هدفه أن يوثق كل مفردة عربية، مش كل جذر، كل مفردة، كل مشتقة باستخدامها الأول ودلالتها الأولى، وتوثيق ذلك بالتاريخ والمصدر من النقوش الأولى قبل الإسلام إلى العصر الإسلامي، العصر الجاهلي فالإسلامي، حتى وصولا إلى يومنا هذا. وبدأ العمل فيه سنة 2011 وأطلق 2013، وقد وفقنا الله تعالى السنة الماضية في ديسمبر مثل هذه الأيام أو قبيلها إلى أن نطلق البوابة الإلكترونية للمرحلة الأولى التي تمتد من فجر اللغة العربية من أقدم نصوصها حتى 200 للهجرة تاريخ اعتباطي، بناء على مدونة إلكترونية متاحة يمكن لأي إنسان أن يدخل إلى دوحة dictionary.org ويفتح له عالم لا حدود له لكل مشتقة بمعانيها المختلفة بشواهدها بقائليها، تضغط زرا فيعطيك كل السياقات، 25,000 سياق لكلمة كذا تجدها جميعا. تريد أن تختصرها تفعل، تريد أن ترتب تاريخيا تستطيع، تريد أن ترتب اشتقاقيا تستطيع ذلك، وهذا سيدفع باللغة العربية فيما يعني نرجو إلى آفاق جديدة، وبدأت نتائجه تظهر في أبحاث كثيرة والحمد لله. أستاذة زليخة أنا أوافقك الرأي طبعا، يعني مسألة تقديم المنجز، نحن على ذكر هذا ما الذي نقدمه نحن؟ لما لغتنا متخلفة؟ لأننا نحن متخلفون، يعني العرب عندما كانوا في عطائهم كانت الناس تتنافس على تعلم العربية. أذكر قولا للزمخشري المتوفى 538 للهجرة يعني القرن السادس، الزمخشري فارسي لكنه جاء في كان يحب العربية وجاء في عصر كانت العربية في أوج عطائها، مش أوج عطائها كما يقول، كان في أوج عطائها. يقول الزمخشري: والله لأن أشتم بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية. شوف هذا الرجل المنصف هذا. لكن كان العرب يقدمون منجزا، نحن اليوم نتلقى، يعني كنا نتحدث سابقا، نحن مضطرون أن نجد كلمة كمبيوتر ونحاول أن نترجمها بحاسوب ولا حاسبة ولا كذا. الأجنبي غير مضطر لأن يبحث ما المقابل الإنجليزي لكلمة نحن نخترع، لأننا لا نخترع، فهذه مشكلتنا. دكتور بلال، أنا موافق تماما أن التحدث بالإنجليزية في المدارس، وهذا شيء ابتليت به شخصيا لأن حفيدي الذي يحمل اسمي لا يكاد يتكلم، عمره 4-5 سنوات لا يكاد يفقه كلمة من العربية، لأنه في دبي يتحدث بالمدرسة بالإنجليزي، في الشارع في الإنجليزية، وينظر يعني إذا خيرته مرة بين صور متحركة بالعربية لبرنامج يحبه اسمه بو باترول مش عارف إيه، وآخر بالإنجليزية من شيء آخر، لا 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 أريد هذا.
أراد أن يشاهد البرنامج اللي بيتحدث بالإنجليزي وإن كان الشخصيات الكرتونية ليست شخصياته المفضلة. فهذا بلاء علاجه، هذه مش مهمة المجامع، مهمة الحكومات أن تفرض أنظمة وقوانين. للأسف المجامع العربية لها حق التشريع، لكن حكوماتها هي أول من يخالف ذلك. مثال الأشهر على ذلك مجمع اللغة العربية في القاهرة، الذي له حق أن يفرض على كل مدرسة ما هي الكتب التي تعلمها للطلاب العربية، ولا مدرسة مثل أي مدرسة تتبع ذلك منها المدارس الحكومية. هذه ردود سريعة. يعطيك العافية. هلأ في يعني 12 على الأقل بدهم يسألوا، فإذا كل واحد دقيقة وبعدين نعطي 3 دقائق للدكتور يجيب على الأسئلة. 3 على 12 يعني 15 ثانية. يعني ما هو معظم الأسئلة مشتركة بتكون. صحيح. دكتور حاضر، فضلي أستاذة. طاولة هاي حصتها، أخذت حصتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، من يتكلم؟ شو اسمك؟ مرة ثانية الاسم. دكتورة نادية أبو عودة، أكاديمية تبارك العالمية. في عجالة يعني الندب والنقد، ربما قدمنا في هذه الجلسة بعض التوصيات لنخرج بحلول. يعني مثلا ماذا عن الأخطاء التي تريد في الفضائيات؟ لماذا لا ترصد هذه المبالغ الكبيرة التي ترصد لمسابقات الغناء والرقص؟ لماذا لا ترصد هناك مثلا جائزة كبيرة لمسابقة بين الفضائيات التي تبث في الوطن العربي، وترصد الأخطاء لكل قناة فضائية سواء كانت مكتوبة أو مسموعة، ومن ثم تكافأ القناة الفضائية التي يعني تخطئ أقل في مثلا في جائزة؟ كان عندي كمان يعني هناك لماذا لا يكون من خلال الفضائيات نفسها بصفة يعني مدرسة لأدرس اللغة العربية الناطقين بغيرها، هناك يعني ليس أيضا هروب من اللغة وخجل منها، بل هناك عمليات إحباط تقدم للطلاب الذين يأتون إلى بلادنا ليدرسوا اللغة العربية ويستخدمون الفصحى، فيقابلون من الشارع بالضحك والاستهزاء، ويطلب إليهم أن يتحدثوا إما بالإنجليزية أو بالعامية. فلماذا لا نبث الوعي مثلا في جملة بسيطة تخرج بين الحين والحين في التلفاز مثلا، إنه ساعد أخاك المسلم بالتكلم باللغة العربية، تجاوب، كن إيجابيا مع اللغة العربية الفصحى. يعني هذا كان اقتراح آخر. شكرا. عندي سؤال سريع، هل انتشار اللغة العربية يتناسب تناسبا طرديا؟ طبعا هو بديهيا نعم، لكن فعليا بالإحصاءات مع انتشار الإسلام. وأخيرا ربما اليابان عندما أو أي ياباني يجلس ليفاوض ربما هو يشعر بأنه قوي اقتصاديا، ربما هذا يعطيه العين الحمراء لكي يتكلم باليابانية، وربما أحسسنا في بعض المحافل بأننا يعني. شكرا شكرا. بدي أصلح بس عبارة، إنه ساعد أخاك، ونحط نقطة بعديها. تفضل. ما حد ذكرهم كلهم إذا 12 واحد مش ضروري تفوت عليهم كلهم. السلام عليكم. إن الاسم يوسف الخطيب، شاعر وكاتب، وعندي مؤلفات معظمها في اللغة العربية. نعم. والدفاع عن اللغة العربية. نعم. وضعفنا السياسي وتمزيقنا هو السبب. أنا كتبت مقالة قصيرة فقط، أيها العرب تعالوا واصنعوا تحت الشمس دولة عربية عظمى، وانظروا بعد ذلك كيف تزداد الشمس رونقا وبهاء. أيها العرب لقد كان آباؤكم أسياد الدنيا، فلم ترضون أن تكونوا عبيدها؟ لقد آن لكم أن تنططوا صهوة الكون، فأمسكوا بلجامه وقودوا الإنسانية التائهة. فالعصر عصركم والنور بين أيديكم، وقد خلقكم الله سبحانه وتعالى خير أمة أخرجت للناس، فبلسانكم نزل الحق، وبصدوركم يكمن الحق، وفي تراثكم كان الحق، فأنيروا الدنيا بالحق،
أيها العرب، إن أجدادكم عمر وعليا وخالدا وسعدا صديق الشاعر رجال القادسية وأبطال اليرموك، إنهم يستصرخونكم من أعماق أرضنا الطاهرة لتنهضوا وتسطروا بحروف من نور تاريخهم الناصع الذي ولدتموه وسوف يسأل الله. شكرا صديق الشاعر، شكرا صديق الشاعر أستاذ عصام. إن أردتم أن أقول بكفي بعد الندوة، بعد الندوة أو أستاذ سمر تخصصين ندوة ثانية للشعر. أنت أستاذ عصام اسمك؟ يلا احكي تفضلي. لا عفوا، يلا اسمي منى. أهلا. شكرا أستاذ دوغان، شكرا دكتور بعلب. هي أنا بدي أسأل سؤال محدد، هو بس إنه هل يعني أخذ على المحاضرة، هل من عوائل أعمام اللي اطمئناننا ونحن على اللغة العربية إحنا، يعني هذا الترند أو هذا هو لازم إحنا نأخذ من عنوان المحاضرة إنه اطمئننا على اللغة العربية؟ إذا ماذا يعني بعد 19 ليل على أمريكا تعلم اللغة العربية والإصرار على تعليم الأجانب اللغة العربية؟ طبعا معروف في أشياء كثيرة فيها، لكن السؤال ده بدي أسأله أو اللي بتحكي إنه حضرتكم العيلة أنتم مشهورين في المعاجم العربية، معاجم كان هو الكتاب اسمه المورد تراث المعجم العربي من القرن الثاني حتى القرن الثاني عشر للهجرة. هل ممكن المعاجم تعتبر أداة أمنية لإطمئنان اللغة العربية؟ كيف ممكن تكون هاي أداة لحتى نطمئن أو لأمن اللغة العربية؟ شكراً. ما دام المايك هون تنقل المايك لهنا. شكرا لمحاضرنا الكريم على هذه المحاضرة الطيبة. أشار المحاضر إلى أننا بحاجة إلى نهضة أشد للغة العربية من العصور السابقة. الحقيقة أهل العربية في السابق قاموا بواجبهم الديني والقومي والثقافي والإنساني، فوضعوا علوم العربية واستنبطوا قوانينها وقواعدها، ووضعوا المعاجم العامة والخاصة، كل هذا من أجل حفظ لسان العرب من اللحن والزلل. حينما اختلطوا بالأعاجم أو اختلط الأعاجم بهم. الأمر الثاني من أجل تسهيل العربية للناطقين بغيرها، فوضع أبو الأسود الدؤلي باب الفاعل والمفعول، وبعض متعلمي العربية من غير الناطقين بها وصلوا منزلة العلماء يشار إليهم بالبنان كالحسن البصري والسيبوي والكسائي وأبي عبد الله البخاري. الآن بقيت اللغة العربية معك 20 ثانية على تعلمها من الناطقين بغيرها، تشهد إقبالا ضعيفا من الناطقين بغيرها من القرن الخامس الهجري إلى منتصف القرن العشرين، وهذا أدى إلى الارتجال والعشوائية لأن هناك إشكاليات منهجية تربوية، وأدى أيضا إلى تدريس اللغة العربية من غير المتخصصين بها في مجتمعات غير عربية مثل المجتمعات الغربية. كذلك فرض على متعلم اللغة العربية استخدامات قديمة للغة مما أدى إلى صعوبتها، لم يتغير حسب الدلالات الحديثة. الأمر الآخر، أنا أتساءل دائما حول البلاغة العربية، يا ترى ما سبب ضعف البلاغة العربية؟ هل من أسبابها الخوف من القواعد البلاغية مما أدى إلى حفظها وتطبيقها وعدم استعمالها في الكتابات أو الأداء اللغوي بشكل عام؟ هل بسبب ضعف الذوق الأدبي عند بعض الطلبة العرب فأصبح ميالا إلى اللغة المباشرة الواضحة؟ هل بسبب تشجيع ثقافة الذاكرة مقابل ثقافة الإبداع مما أدى بالطالب العربي؟ أشكرك أستاذ، أشكرك بأهداف قصيرة. وشكرا. شكرا. اسمك لو سمحت؟ زهير حمد. هون بالله
إخواني واضح أنه الأسئلة صارت معظم الأسئلة صار إجابة عليها، فليش نسأل سؤال أجيب عليه؟ معنا 5 دقائق بدنا ننهي خلال 5 دقائق، بدنا نسمع بقية الأسئلة والأجوبة. مساء الخير، أنا عصام عبيدات. المحاضرة بدون شك كما استمعتم رائعة وعظيمة، أما المحاضر الذي غمرنا بهذه الرقة وبهذه النعومة وبهذا الجمال فكان أعظم وأروع بكثير، حتى خلت أنه محاضر كريستيان ديور. هذا مدح في معرض الذم ولا ذم في معرض المدح؟ اللبنانيون رائعون كل يعني كل. الله يخليك. منيحة. سيدي، أرى باللغة العربية ليس من باب التحيز، لكن أرى أنها أعظم لغة، وأحزن على الشباب العرب الذين يتزوجون من أجنبيات حيث يفقدون أجمل كلمة بالعربي حين يفوتها حبيبتي. كيف يقول حبيبتي بلغة ثانية؟ وماذا يعني إذا كانت عمانية ويقول لها إشلبتش؟ أو إذا كانت فرنسية يقول لها جيتيم؟ أو إذا يوغوسلافية يقول لها ياتي بولا؟ ليس لها علاقة بحبيبتي. له خبرة الرجل. لغتنا القوية التي نعبر بها. وأستشهد في الختام ما كتبه كبير أدبنا طه حسين في وداع زوجته، عندما كتب لها وقال: كنت بالنسبة لي العين التي أرى بها الدنيا، وأصبحت الدنيا التي أتمنى أن أراها بعيني. حلو. فهذه بأي لغة تقال؟ وشكرا جزيلا. شكرا دكتور عوني. دكتور عوني لا تطول زي عصام. دكتور عوني ما بصح لي أمدح مداخلة، بس شكرا لك. تفضل. دكتور أنسزيوت، أولا بالبداية بشكر المحاضرة. دكتور رمزي الزيوت. أنا عملت 12 سنة، عملت 12 سنة في تدريس اللغة العربية، تمام؟ حقيقة الندوات والأصوات التي تنادي بحماية اللغة كثيرة جدا، ولكن على أرض الواقع لم يحدث شيء ملموس. يعني نحن من أكثر من عقد من الزمان ومن أيام علي الجارم في قصيدته المشهورة وحافظ إبراهيم في قصيدته ودعوات حماية اللغة كثيرة، ولكن على أرض الواقع لم يحدث أي شيء. بس بدي أود أن أشير لنقطة مهمة، تدريس اللغة العربية. مؤخرا صدر قرار قبل عامين بخصوص التعليم في الأردن
مادة العربي التخصص التي يأخذها الفرع الأدبي أصبحت ناجح راسب ولا تدخل في المعدل. هذا القرار كانت له عواقب كارثية على الأجيال وتحديداً على واقع اللغة العربية في الجامعات الأردنية، وأتوقع ذلك ينطبق أيضاً على الجامعات العربية. كانت هناك مادتين، كان هناك مادتان لتدريس اللغة العربية كمتطلبات إجبارية، أصبحت مادة واحدة فقط إجبارية، وهذا كان له عواقب وخيمة. من حيث تدريس اللغة العربية، للأسف المناهج ضعيفة جداً، وتحديداً المدارس التي تعتمد البرنامج الدولي تغفل الجانب الجمالي في اللغة العربية. الطالب يصل المرحلة الثانوية وهو لا يحفظ نصوص أدبية، وهو لا يطلع على نصوص أدبية، ما علم أن الأدب العربي يسخر بنصوص كثيرة جداً. هناك اختصاصات في العمل تحتاج للغة العربية، للأسف في الجامعات لا يدرسونهم لغة عربية. من يدرس القانون لا يأخذ مساقات في اللغة العربية، من يدرس الإعلام لا يأخذ مساقات في اللغة العربية، وبعد أن يكمل ويعمل نطلب منه أن يدرس بقواعد اللغة العربية. أخي زيود شكراً. تمام. تفضل أستاذ. مين كمان بده يتحدث مشان اشوف الوقت؟ يكفي بيكفي. طيب عال ما دام انت شدت له، ما دام شدت له بنعطيه اخر متحدث. بدي دواء لها وبدي دواء لي. نعم. يعطيك العافيه استاذ. انا اول شيء طالب حكومتي شبابيه في المكان، لانه ما فيش شباب ما فيش حضور، واذا بدي اعزي هذا الموضوع اول شيء انا سهيل الرشيد ناشط شباب، اذا بدي اعزي موضوع عدم حضور الشباب او الجيل الشاب اليوم لهيك محاضره، كمان بدي اعرض يمكن تجربتي البسيطه للموضوع. انا بحياتي ما قرات للحلاج، يعني ما عمري مسكت كتاب او حتى استخدمت الانترنت وفتحت وقرات للحلاج، لكن من 5 سنوات أنا سمعت للحلاج، سمعت الموسيقى الجديدة اللي صارت تغني القصائد الحلاج، صارت تغني قصائد عربية. فما بعرف، بس يمكن بحياتي بشوف حالي ما رح أكون قاعد في محاضرة أو بدرس لغة عربية، بس ممكن أخذ اللغة العربية بطريقة أخرى اللي هي زي الطرق الموسيقى الجديدة اللي قاعدة بتطلع بموسيقى مستقلة بتتغنى قصائد عربية قديمة، أو عدة طرق. يمكن من الأفضل أنه نسمع اليوم للشباب شو اللي بدهم. شكراً أستاذ، يعطيك العافية. آخر متحدث هون، آخر متحدث هون، الوقت انتهى، بس أنا بدي أتبرع على حساب سمر بثلاث دقائق، دقيقة إليك ودقيقتين للدكتور رمزي. طيب بلا ما احكي، لا خذ قدنا في الدار عشان سكت. رهيب. انت دكتور، كيف لنا معرفه قوه اللغه عالميا، وما هي المعايير التي تجعل من اللغه الرقم الاول؟ هل هو عددي على الدول التي تتحدث اللغه العربيه كلغه ام، او هو اعتمادها عالميا في الامم المتحده؟ اما تطور اللغه مع العولمه وسعتها مصطلحات لغوية أخرى تجعلها الوعاء الأكبر، أنا أرى أنه من أسباب ثبات وتطور اللغة العربية بأنها لغة القرآن ولغة المسلمين، وذلك باستعمالها الديني. وأقول بأن اللهجات قد تموت بالفصحى اللي هي. شكرا، يعني تبرعت بنص دقيقة منك، منضيف للدكتور رمزي. تفضل دكتور رمزي. ممكن مشي حالك. خلاص مسك. شكرا لجميع من سأل. ماشي. فيض من الأسئلة، فاعذروني أن لا أجيب عنها جميعا وأن لا أذكر الأسماء كلها. طبعا أنا أوافق أن رصد ميزانيات لتحسين اللغة العربية في الفضائيات خير من رصدها لتحسين الغناء والرقص، لكن هذا توجه المجتمع، وهذه الوسائل الإعلامية إنما تعطي المجتمع ما هو ليس ما هو بحاجة إليه، وإنما ما يريد أن يسمعه. أيضا إحباط من يتكلم بالفصحى من الأجانب، يعني في حقيقة واقعة أيضا أن الأجنبي هذا عندما يأتي إلينا ويتكلم بالأجنبية فهو مدعاة، يعني علامات استفهام ودعابة بتصفي. أخبرت أن أحد المستشرقين قضى 20 سنة في بريطانيا وهو يتعلم الفصحى ولم يزر دولة عربية قط، إلى أن قرر أن يذهب إلى القاهرة، فوصل إلى المطار
أوقف التاكسي وقال لسائق التاكسي: أرجو أن تأخذني إلى فندق جيد في وسط العاصمة يا صاحي. ونظر إليه السائق وقال: صدق الله العظيم. ظنه يرتب. ظنه يرتب. يعني مسألة في تحتمل. سئلت عن العربية بعد 9/11 وإصرار على تعلمها عند الأجانب. نعم، لأسباب سياسية، لأن القوم يعرفون، يطبقون سياسة اعرف عدوك أو تعلم لغة عدوك. نحن، أنا قديما، أو مش قديما يعني، في حياتي الأكاديمية درست اللغة العبرية القديمة لبعض الطلاب سنة إثر سنة، ببليك الهيبرو يعني. وخلال الفصل الذي كنت أدرس فيه تلك اللغة كنت أتلقى تهديدات بأنني عميل لأنني أدرس اللغة العبرية القديمة وليس الحديثة. فتأمل. دكتور زهير سألني عن الحاجة إلى نهضة. أنا كنت أتحدث عن الحاجة إلى نهضة أشد من السابق. لم أكن أعني عصر أبي الأسود الدؤلي والخليل وهؤلاء القوم. كنت أتحدث أن النهضة التي شهدناها في القرن 19 لم تعمر كثيرا، وأننا اليوم إذا أردنا أن ننهض فنهضتنا ستكون أشد وأصعب. لما؟ لأن العوامل، عم بحكي لغة، العوامل التي تضافرت في محاربة العربية ازدادت. تخلصنا من التتريك، جاءتنا التفرنس والتأجلز وما إلى ذلك، والعولمة فوق كل هذا. يعني 96%، عودة إلى السؤال إنه ننشر بالعربية أم لا، 96% مما ينشر من العلوم بالعالم بالإنجليزية، والـ400 لكل لسائر اللغات. دكتور عصام، مدح في معرض الذم أم ذم في معرض المدح؟ أعرف ذلك. أشكر لك كلمتك ورقتك وحياك الله. قولك أن اللغة العربية أعظم لغة، هلا بيناتنا إذا ما بتخبر حدا أوافق، لكن لا تنقل عني هذا، لأنه في علم في العلوم اللغوية ما من لسان خير من لسان. وحتى العرب، حتى العرب أنفسهم، بعض المؤلفين كمن حزم نفى أن تكون العربية خير اللغات، لكن نحن نحس بها كذلك. اللغة هذه العربية موجودة في مورثاتنا الجينية، أنا أقول من حيث ندري أو لا ندري. فكيف لبعض أبنائنا أن يتخلى عنها للغة أجنبية؟ هذا الإنسان الذي يتخلى عن العربية، لكن عندما يريد أن يقول، يتحدث عن شيء، عن العد، بيقول لك أحصى أحصى كذا. من وين جاي كلمة أحصى؟ من مجتمع كان يستخدم الحصى في العد البحث. حصى نعم. ما زلنا نبدأ نقول أدلى فلان برأيه. من أين جاءت كلمة ست الدلو؟ من أين جاءت كلمة أدلى؟ من الدلو الذي ينزل كلمة نزل في المكان جاءت من مجتمع بدوي كان يضع يعني أغراضه على ظهر الدابة ثم يقف في مكان وينزلها. فإن شئت أو إن لم تشأ، هذه اللغة تسير في عروقنا، وحرام علينا ألا نحترمها. مقصف الاعتزاز بها، نعم لازم نعتز. رئيس وزرائنا للأسف وكثير من سياسيين لا يتقنون الفصحى بل يتكلمون بالعامية. خليني أخبرك، في رحلة الطائرة من بيروت إلى عمان أمس، سمعت قائد الطائرة يقول: معكم الكابتن كذا دبوس من بيت دبوس، برحب فيكم، ونحن هلأ عم نطير على ارتفاع 30,000 قدم ونوصل لعمان بعد 30 دقيقة، الطقس بعمان الحرق. فعندما نزلت أنا اضطربت يعني وغلى دمي. بس حلو والله، حل أيامك. قلت للمضيفة: أرجو أن تنقل رسالة لقائد ربان الطائرة. صار لي 40 أو أكثر 50 سنة أسافر في طيران الشرق الأوسط، وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الكابتن بالعامية، وقد أفقد نفسه هيبتها. العامية لها مجالاتها. جاحظ نفسه يقول: إذا أردت أن تروي النادرة فلو رويتها بالفصحى لكانت ثقيلة وممجوجة، ارويها بالعامية كما يقولها العوام. لكن إن كنت في موقع رسمي وتخاطب جمهورا فما لك أن تتكلم بالعامية. شوفي أشياء بعد.
لغتنا أنسب للنفاق وتمسيح الجوع. صحيح. نحن جعلناها ما في اللغة تعكس ما في نفوس أبنائها. إن كنا منافقين تعكس المنافقة، يعني ما بدي أستعمل الكلمة الإنجليزية، أقول dirt in dirt out، لألا أستعمل كلمة أسوأ منها في الإنجليزية. في الكمبيوتر ما تعطي هذا الحاسوب ما تعطيه يرده إليك، إن أعطيته صوابا رد عليك بالصواب، والخطأ شيء نفسه. مسألة الناجح والراسب ونقص المواد قضية أخرى، هذه قضية أخرى كبيرة يعني. ومعايير قوة اللغة عالميا طبعا هي المعايير التي أظهرت، وهي مزيج من العوامل العددية وغير العددية. أرجو أن لا أكون قد أثقلت عليكم في هذه المحاضرة، وأن يكون بقي منها شيء في النفس. ولكم ألف شكر، وللقائمين على المنتدى كل التحية. باسمكم جميعا نشكر الدكتور رمزي، ونشكر جمعية النهضة بقيادة الدكتور اللامع زيد عيادات، والناشطة القانونية والحقوقية الأستاذة سمر محارب، التي تتحفنا بجلسات يعني غنية جدا. سمر شكرا كثير، هذه جلسة ناجحة جدا. شكرا. شكرا لكم. والمين أشكر؟ ونشكر القهوة، ما في مشكلة. مهم تشكر. أهلين سيدي، شكرا لحضورك.